السلام عليكم. اليوم نروحوا العنابة ونتكلموا عن الأشغال التي ما زال لم تنتهي، ولكل مرة نأكد باللي فيه أشغال تم تأجيلها. هنا نشاهدها في التصميم، هنا بالأحمر نشوف كل هذه الأشغال التي لم يتم التطرق إليها في المرحلة الأخيرة هذه، وهنا نشوف يعني هذه الأشغال اللي كل مرة نأكد بأنه حسب ما كنت نقول في الأول، قلت بلي الأشغال هذه الحجم تاعها ما يسمحش باش تنتهي في موعدها إلا إذا تم تأجيل جزء منها، وهذا ما صرا يعني في الحقيقة. وهنا نشوف الأشغال هذه اللي ما زالها لم تكتمل، واللي راهي مؤجلة إلى ما بعد الشان، ولولا هذا لما انتهت الأشغال في ملعب عنابة. ناس تقول لي انت علاش قلت من الاول ما الاشغال ما تنتهيش وانتهت؟ لا، تغيرت الخطه حيث تم تاجيل هذا الجزء اللي رانا نشاهد فيه حسب التصاميم الموجوده في هذه الصور. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.